يا استاذ جمال خليني ابدا مع حضرتك بقرعه دوري الابطال. اولا وجهه نظرك في وجود موسيماني للقرعه. احنا النهارده الحقيقه كابتن احمد حسام ميدو عمل تويته كده قال اتكلم فيها عن ان دي سقطه للاتحاد الافريقي. فطبعا احنا شفنا شغلنا وده اتعلمناه من حضراتكم ان احنا نكلم الاتحاد الافريقي نعرف لماذا كان الاختيار بالظبط كده. فهم قالوا ان بيتسو موسيماني ومعين الشعباني الاثنين كانوا هيبقوا موجودين. وبيتسو موسيماني هيسحب الكونفدراليه بما ان فريقه بيلعب في دوري الابطال. والشعباني معين الشعباني هيسحب دوري الابطال بما ان فريقه في الكونفدراليه. واعتذر معين الشعباني امبارح بالليل الساعه 11 او 12 بالليل. فاضطر ان هو يعني الثاني يوم الساعه 1 فاضطر ان هو يستعين ببيتسو. هو اولا طبعا مع احترامنا لكلام كابتن ميدو. لا خلينا بقى انا بقولت يعني ان ده حصل. خلينا نتكلم من وجهه نظره. لا هي وجهه نظره الشخصيه لكن الحقيقه انه وجهه النظر دي ما تضمنتش حاجه مهمه قوي. المعلومه ما هو في معلومه من البدايه بانه الاتحاد الافريقي مختار موسيماني والشعباني على اساس ان هم يبقوا صفر كده بالنص. صح. ان موسيماني حضر هذه القرعه بسبب اختياره سفيرا لقرعه دوري ابطال افريقيا والكونفدراليه. ده وفقا لما اعلنه الاتحاد الافريقي لكره القدم. وبالتالي ما كانش مفاجئ ان هو يكون موجود. ثانيا وهذه هي النقطه الاهم. ماذا يعني يملك موسيماني وهو بيجري القرعه ان هو يجامل الاهلي في حاجه يعني هيجامله ازاي مثلا؟ هي القرعه غير معروفه يعني ما فيش اسماء معينه كده بتختار انت. صح. لا دي قرعه صماء اي حد ممكن يشارك فيها بلا اي قلق من ان هو يبقى هيجامل حد يعني. نعم. كابتن اسلام فالموضوع انا شايف انه عادي. وحتى كابتن ميدو لما قال اول مره في تاريخ الاتحاد الافريقي. ممكن تكون اول مره في تاريخ الاتحاد الافريقي عادي جدا. بس ما هياش حاجات مقدسه يعني. انت ممكن تغير طالما ان هذا لا يمس الموضوع يعني لا يمس صلب الموضوع. الفيفا نفسه عملها بتصفيات كاس العالم. كنت لسه اقول لك كابتن مفيش حاجه معينه. مفيش قاعده ومفيش ما يمنع لانه ده مش بطوله واحده. بطولات اوروبا كاس العالم بيجيبوا نجوم من اللي هيلعبوا عادي جدا. بالظبط يعني يكون بقى ساعتها واحد من الفايف اللي هم بيصفوا خمسة الكبار حد تم اختياره سفير نوايا حسنه بيجيبوه. نوع من النقطه برضو المهمه يا كابتن عصام الكابتن اسلام اللي احنا هنتكلم فيها مساله التصنيف. ايوه اللي تم على اساسه ترتيب الفرق كلاس A وكلاس B وC وD يعتمد على النقاط. وهنا برضو دي نقطه ترد على قضايا سابقه كان بيلام فيها الاتحاد الافريقي. أيوه. ومنها قضيه نادي القرن. يبقى اذا نظام النقاط البوينتس هو اللي بيتطبق معترف بيه على مستوى الدنيا كلها فما فيهوش مشكله. وهذا هو النظام الموجود داخل الاتحاد الافريقي. ده مش كده بس يا ريس. ده هو هذا النظام المطبق من 1994 بالظبط. هي نفس المعايير اللي اتباع نادي الزمالك او عشاق نادي الزمالك بيعترضوا عليها وان هي جت مجامله لنادي الاهلي. نادي الزمالك حتى الان لم يعترض على المعايير التي تطبق حتى 21. هي نفس المعايير التي طبقت من 1994. نعم. فالامور ماشيه لغايه دلوقتي بالنقاط زي ما هم. وده اللي محدد الاهلي رقم واحد والترجي والوداد والزمالك وكل واحد بياخد حقه بالنقاط. فلو الامور مش جيده ومش منضبطه من حق الزمالك ان يعترض الان حتى على تصنيف القرن ال21. يا استاذ غوسي دي احنا بنقولها بس باي ذا واي كده. لا ما كويس ان هي جت السكه. طب انه الناس بس تعي ما يقال. انه القصه بالعكس. ده انت لما يكون عندك معايير تستريح. تبقى انت عارف من بدايتك او من بدايه مشاركاتك انه هيبقى فيه نقاط. المركز الاول كذا، الثاني كذا، الثالث كذا، الرابع كذا. صح. ده بياخدوها بالادوار كمان يا استاذ جمال. بالزبط. بتوصل لنتائج مباريات من دوري المجموعات. أيوة. للادوار الاقصائيه وانت ماشي نظام كم مره حصلت على البطوله. كم مره سيمي فاينل، كم مره دور الثمانيه وهكذا. ده مبدئيا الكلام اللي هو الاجمالي. الى ان نتحدث بقى في